اولا كنشكر يعني الهيئه ديال الدفاع ديالي واحدا الاستاذه الفاضله اللي قطعت السفر ديالها في الخارج وجات كما قالت وسط المحكمه جات خصيصا باش تضامن مع موقع ديال بديل. كنشكر الهيئه ديال الدفاع ديالي كل باسمه سواء سيد النقيب البقيوي ولا النقباء اللي ما حضروش ولا الاساتذه المحامون السي طارق السباعي السي محمد المسعودي السي الحبيب حجي الاستاذ يعني نعمان الصديق الاستاذ يعني العدد من الاساتذه ربما ما غاديش نقدر نذكر يعني الجميع كنشكرهم. وكنشكر كذلك هذا الحضور والاخوان 20 فبراير في الدار البيضاء. كنشكر هذه الوجوه الكريمه ديال الدار البيضاء اللي حاضره دابا الان نساء ورجال. كنحييكم عاليا كلكم وكنقول لكم غادي نبقاو على العهد وغادي نبقاو في هذا الموقع هذا. فقط نبغي نقول واحد النقطه مهمه ومهمه جدا اللي كنشعروا ما كنخبعوش هو انني غير مطمئن لهذه المحاكمه اقولها وما كنقصدش القاضي. انا كشي واحد متابع الشعور ديالي كنخرجوا ما غاديش نخزنوا. انا غير مطمئن للطريقه باش غادا بها المحاكمه لان الطريقه باش يخرج وزير العدل 48 ساعه قبل المحاكمه ديالي وينشر وسط الراي العام الاضاليل والكذب وهو مشاكي هو رئيس نيابه عامه هو وزير عدل هو عضو سلطه تنفيذيه ولو كان كيحترم راسه وكيحترم المغاربه كان ينأب نفسه حتى القضاء يقول الكلمه ديالو. من كيخرج وزير العدل عنده السلطه ديال يرقي ذاك القاضي اللي يحكم عليا عنده القدره ديال يحيلو على مجلس التاديبي عنده القدره ديال ينقلو يبعدو على ولادو عنده كاع تحت رحمته. ملي كيخرج قبل 48 ساعه ويكذب يقول انا قلت السارق انا عمري ما قلت الوزير السارق قلت خذا تعويضات في اطار قانونيه ومن حقه قلتها وباقي كنعاودها غير فقط كنا كنقولوا له في اطار تشييد النفقات وكذا لا يحق لك بينما من حقك ويخرج كوزير وكيتصدق بانه كينتمي لتجربه اسلاميه وقال الله وقال الرسول يقول بانني كيكذب عليا هذه جريمه في حقي هذه جريمه في حقي لا حق له كمشتكي يحترم النيابه العامه ما يهدرش وديك الوسيله الاعلاميه اخرى خاصها تحترمني حتى انا طرف يعيطوا لي هذه دابا تكامل ادوار كيلعبوا ما معنى 48 ساعه وتقول قدام قاضي انني انا وتنشر عليا الكذوب. اذا انا غير مطمئن لماذا التسريع عشرات في عقود المغاربه بقوا غايسولوا عليها من جمله ملف ديال ناديه ياسين وهلما جرى من الملفات. علاش القضاء المغربي زعما كتبان له بحال شي هذا المهداوي خصو سيمانه تاجيل؟ لماذا؟ لو كانت الدوله المغربيه كنقول ما كنقولش وزير العدل الدوله المغربيه كلها كتحترم راسها عندها كراند الاحترام كانت هذه المتابعه ما تكونش حتى وزير العدل ما يبقاش في الحكومه. ما يمكنش انت رئيس نيابه عامه وتحاكم مواطن لا حول ولا قوه له. لو كانت الدوله كتحترم راسها ما تحاكموليش ما نتحاكمش حتى الوزير ما يبقاش وزير باش نكونوا متساويين. انت دابا كتحكم عندك النيابه العامه وعندك ما اش من عداله وكيفاش قاضي غيحكم وكيشوف قاضي زميل ديالو تعزل لانه حكم ضد الدوله؟ كيفاش؟ لو كانت الدوله كتحترم راسها كنقول شي ناس حريصين على هذه البلاد ما نتحاكمش في هذه الظروف تاجل وما يوقع والو ما عرفتش غنموتوا ولا نحرقوا. ثم في الجمارك وعندكم مخابرات والحدود ما عندنا فين نطيروا هنا على الاقل قدام الراي العام تقنعوا بانكم ناس مزيانين ماشي تكرفصوا على عباد الله وتبقاو تقولوا قال التقرير الخارجي الامريكيه قال التحامل قال والو. انتم من كتوفروا الخصوم ديال المغرب فين يستافد فين يستهدف المغرب؟ السياسه ديال الدوله هي اللي كتعطي فرصه للخصوم ديال المغاربه فين انهم يقيدهم. لو كانت الدوله ديمقراطيه وكتحترم راسها ما غتبقى مجال لا الجزائر ولا الامريكان ولا شي واحد. انتم اللي كتفتحوا لهم الباب بهذه الحقره والظلم. ما معنى تحاكم صحفي تعطيني مهله اسبوع؟ ما معنى هذا الزلمه شكون اللي مزروب؟ ما معنى السرعه؟ سرعه زعما نمشيو نفتحوا دابا الملفات شوفوا الملفات شوفوا الملفات شهور و10 شهور وعامين علاش المهداوي دابا خصنا نسربوا زعما وكنقول لهم عندنا نقباء زعما هذا الاصرار جوج سيمانات عاطيني المحاكمه ديال كريم مشقر مع المدير العام الوطني بقات يعني اكثر من 10 ديال الجلسات والتاخيرات والدنيا هانيه. علاش هذا القاضي هذا بالضبط جوج سيمانات هذه السرعه القياسيه؟ هنا فين انا تولد عندي شيء ما غير طبيعي شيء ما ماشي هو هذاك والمستهدف ماشي المهداوي ماشي انا اللي مستهدف عندك وسحب لكم راسكم انا مستهدف صوت اعلامي كينتصر القضايا ديال المغاربه خاصهم يسكتونا لانهم في كاشهم العجينه لانهم ادين عباد الله خاصهم يسكتك
راه ماشي انا المغاربه اللي مستهدف كبديل كالمهداوي حميد بن فلان، لا راه مستهدف خط تحريري كينتصر القضايا العادله. كنكذبوا على الناس والله ثم والله، والله ثم والله، وعنقولها الثالثه والله ثم والله. كون مشيتوا لقلميمه انا كنت فيها اول البارح، تحسم تقول واش انا مغربي؟ تحسم تحسم تقول واش حنا مغاربه؟ 3000 البشر ما عندوش طواليط عباد الله، تفرجوا تعيشوا معايا هذه الماساه. بشر بحالنا مغاربه ما عندهمش ان طواليط يدير لي بزوان ديالو، وتقول لي ميريكان والتقرير وحنا مستهدفين والخارجيه، وانت كتخلي البلاد بلا طواليط وعندك فلوس. نقول عندك فلوس تعويضات وديبلاسمات تعطي لفلان والفيلات، فتحوا معاهم فتحوا معاهم وتشوفوا طريق زعير الفيلات باش باني شكون، فتحوا وتشوفوا عباد الله جالسين كيمصوا الدماء بلادهم كيتعشى ليله عشاء كياكل فيه 10000 درهم، خروف يضرب منه ضغمه ويرميه في الحاويه الاسبان، وبلادهم ما عندوش طواليط. المهداوي ارتاح ارتاح، المهداوي ارتاح ارتاح، وسنواصل الكفاح، وسنواصل الكفاح، المهداوي ارتاح ارتاح، المهداوي ارتاح ارتاح، وسنواصل الكفاح. وانا كنقول لكم اخوان في كلمه اخيره، حريه كرامه دخلت يكمل كلمه، وفي كلمه اخيره الاخوان اياكم كنعاود لكم هذه النقطه، خذوها واحد ينقلها للحاضر ينقلها للغايب، راه موقع اعلامي مستهدف ماشي الحميد، ومستهدف حتى الجمعيات الحقوقيه المغربيه، الجمعيات والهيئات الحقوقيه عندكم اصحاب الكبرى، انا بوحدي راه مستهدف الحقوقيين ومستهدفين ولا الشعب ومستهدف الناس المضطهدين وكل شيء، وراه معركه واحده، راه الحقوقيين في المغرب مستهدفين. كنتمنى الرسائل ديال هذه الكلمه هذه توصل، وكنقول لكم انا بكل تواضع ماشي راسي سخون وماشي فرعون وماشي واعر وما كنستقوى حتى بشي واحد، كنستقوى الحمد لله غير بالدفاع ديالي وبالزوار ديال موقع بديل والنشطاء وبرضات الوالدين والله صافي. وبالتالي ما غيطوع لي حتى واحد وما غيرودني حتى واحد، غادي نبقى صحفي مستقل. احنا معاك سدوا هذا الموقع ولا تمنعوا لي، كما اتصلوا لي من بعد المسؤولين بعد جهات رسميه قالت لي ودي كاين حكم جاهز ضدك ديال الموقع وغيحبسوك ما تبقاش تكتب. انا كنقول لكم ما غيرهبنيش حتى شي، وخا يكون هادشي اتصلوا لي عن طريق الترهيب ما غيخلعنيش هاد الهضره، حكمه ولا سدوا انا هو انا بكل تواضع، وبحالي بزاف صحفيين ماشي انا اللي صحفي كاع، يعني انا رانا ما عرفتش كيف داير، كاين صحفيين بزاف علي المرابط والزميل علي والزميل بوبكير وعدد من الصحفيين. اذا من هذا المنبر كنحييكم كنشدد التضامن ديالي والشكر ديالي لهيئه الدفاع، الرجال ديال البلاد، الرجال ديال البلاد، حبيب حاجي من تطوان وخلامي الفاتو، سيد نقيب عبد السلام بقيو من طنجه رئيس هيئه وخلامي الفاتو جا، سي زازو هي اصدور خلامي الفات ديالو، استاذ السباعي رغم المرض ديالو، استاذ الفضيله قطعت السفر ديالها من الخليج باش ضامن، استاذ نعمان الصديق، استاذ محمد المسعودي، وعدد من الاسئله والنقباء السته، هذا كله كيبان بان رجال، طارق السباعي كما قلت، اذا ان البلاد باقي فيها رجال. كنحييكم كنشكركم هذه الوجوه الكريمه كلكم، ونحن على العهد وغادي نبقاو مستقلين لاننا مؤمنون بذاك الدستور اللي جابوه، في حقوق غادي تثبت عبر الدستور، ما كاين حتى شي حاجه. كنحييكم وشكرا لكم بزاف.